النقطة الأولى نعاود نذكروا المواطنين كذلك والجميع على أنه اللقاحات ولا الأدوية سواء ديال كوفيد ولا لقاحات أخرى ولا أدوية ما عمرها كيتم المصادقة عليها أو كيتم الاستعمال ديالها إلا بعد ما كتمر بجميع المراحل ديال الاختبارات السريرية والتجارب السريرية. وأول نقطة اللي كتدارس ماشي هي نقطة الفعالية، نقطة هي ديال الأمان. إذا ما كانش الدواء عنده درجة عالية ديال الأمان ما كيتمش الترخيص له، وحتى ملي كيتم ترخيص الأدوية واللقاحات من بعد يعني الدراسات كلها كتبقى المراقبة دائما مستمرة كتسمى اليقظة الدوائية من أجل ضمان الأمان ديال هذه الأدوية هذه والتأكد منها والتغيير في الاستعمال ديالها إذا تطلب الأمر. إذا هذه النقطة الأولى. الحاجة الثانية، احنا فعلا كنشوف واحد هاد الايام موجه ديال الاخبار فيها صحيح فيها زائف، وهنا خص باش نوضحوا للمواطنين الطبيعه ديال اللقاحات والاثر ديالها. وهنا غادي نقول اولا اللقاحات اللي تستعمل في المغرب وتستعمل في العالم هي ماشي احنا المغاربه اللي لقيناها او دوله واحده، كل وحده كتلقى اللقاحات ديالها. هادو كاينه واحد 6 ولا 7 لقاحات في العالم كله، لقوهم واحد 6 او 7 المختبرات. وبالتالي اللقاح اللي كنستعملوه في المغرب هو الذي يستعمل في الولايات المتحده الامريكيه، في بريطانيا، في المانيا، في استراليا، في نيكاراغوا، في كوريا، في اليابان. اذا احنا كنا كنستعملوا لقاحات واحده، ماشي احنا كنستعملوا بوحدينا الاولى. الحاجه الثانيه، هاد اللقاحات اللي كنستعملوا احنا كتعطي اثر جانبيه الى عطاتها في جميع الدول، وغادي وكذلك الفعاليه اللي عندها راه عندها الفعاليه في جميع الدول. فاذا الا كان شي اثر جانبيه غادي تكون راه غتكون عامه لجميع الدول، ما يمكنش شي دواء يكون عندنا ولا شي لقاح اللي في المغرب بوحدو غادي يعطينا اثر الجانبيه خطيره وفي الدول الاخرى ما غادي يعطيهاش، علما انه اللقاحات الدوائيه في الدول الاخرى كذلك قويه جدا. فاذا الا شفنا الاثار الجانبيه ديال اللقاحات راه حنا كنشوفوا الدراسه ديالها في المغرب وفي الدول كله، واليوم كاين اكثر من 6 مليار ديال اللقاحات اللي تعطات في العالم، والتتبع في العالم كله كياكد درجه كبيره ديال الامان وديال الفعاليه ديال اللقاحات. ويمكننا نفصلوا في الموضوع. الواقع اولا اللقاحات هذا مؤكد كتكون عندها اثار جانبيه وهذه معروفه بحال جميع الادويه، ولكن اثار في الاغلبيه المطلقه ديالها هي اثار جانبيه بسيطه، حمى، ارهاق، تعب، صداع ديال الراس، مكان الحقنه يمكن يتنفخ، يمكن يولي حمار. هناك نادرا كتكون اثار جانبيه نادره فيما يخص المغرب. اولا كان التقرير اللي تقدمه المركز المغربي ديال اليقظه الدوائيه واللي اكد يعني غير في هذا الاسبوع لانه لم تسجل في المغرب اي حاله وفاه عندها علاقه مؤكده مع اللقاح. هذه النقطة الأولى. ثانيا ملي كيكونوا أثار جانبية كيخص الناس، هذا أثار جانبية كيف ما كانت، كاين الأطباء اللي مشرفين على التلقيح، كاين أطباء الناس اللي كيمشيو عندهم كيخبروهم، كاين لقاح كورونا الموقع الإلكتروني، كاين تليفون، فاش يمكن الإبلاغ على هاد الأثار الجانبية. احنا اليوم ولينا كنشوفوا واحد العدد كبير ديال الفيديوهات في اليوتيوب وفي غيرها وفي الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي اللي طبعا ما غادي يمكن لك تحقق منها. المكان ديال المسائل الطبيه هي المستشفيات، هي وزاره الصحه، هي الابلاغ عليها والتاكد منها. ما غادي يمكن ليناش يعني اي الا كان كل واحد كيتكلم على اثار جانبيه في وسائل التواصل الاجتماعي بدون ما تكون اللجوء للسلطات الصحيه من الصعب جدا تكون عندها موثوقيه ويكون عندها واحد الدرجه ديال الثقه. فاذا كاين احصائيات اللي قدمتها وزاره الصحه من خلال المركز ديال اللي كيراقب الادويه كلها وكيراقب حتى اللقاحات ولقاحات كوفيد. وهنا نذكر واحد الحاجه، ليس هناك دواء في تاريخ البشريه كلها مطلقا اللي كان مراقب اكثر من لقاح ديال كورونا مطلقا. ما كاينش دواء في العالم في التاريخ اللي استعملته البشريه الى اليوم عنده درجه المراقبه وديال التتبع وديال الدراسه اكثر من لقاح ديال كورونا. فاذا وهذا الشيء كله راه الوفيات الى تبعنا الاخبار في الوسائل الاجتماعيه راه كل نهار كتسجل وفيات وفي المغرب وفي الدول، بينما الواقع والحقيقه العلميه والطبيه ان هذا الشيء ديال الوفيات بعدا في المغرب
راه كاين تصريح رسمي، ولكن ما نساوش بانه بدات استعمال ديال الجو الصحي، وبدات واحد واحد الموجه ديال المقاومه ديال الناس اللي ما بغاش الجو الصحي، ما بغاش التلقيح، بدات واحد الضغط كبير طبعا ديال بحال شي معركه عندهم ضد اللقاح ولا ضد التلقيح، هو اللي كيفسر يعني بشكل كبير علاش كاينه اليوم واحد الضجه كبيره في وسائل التواصل الاجتماعي ديال الاثار الجانبيه مفترضه، ولكن في الواقع ما لا يبلغ عنها وغير موجوده ولا يمكن ان تكون بديك العدد كله، لانه بحال اللي قلنا المغرب ماشي جزيره، والمغرب ما كيستعملش اي لقاحات اللي ما كايناش في العالم. المغرب دوله عند كتستعمل لقاحات اللي موجوده في العالم كامل واللي كيستعملها العالم كامل، واللي تجاوزنا فيها في العالم 6 مليار ديال الجرعات اللي تعطات، وكلها بينات واحد الدرجه قويه جدا ديال الامان وديال الفعاليه. الى 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 لاحظتي على انه قبل ما يوجدوا اللقاحات ما نعرفوش كاين لقاحات ولا لا، كانوا كيخرجوا واحد الاخبار في وسائل التواصل الاجتماعي لانه اللقاحات اللي دار اللقاح غيموت وانتهى الامر. ملي خرجوا اللقاحات وبقى الناس كيستعملوهم، هذوك الناس اللي كيقولوا غيدير اللقاح غيموت، طبعا يعني بان الكذب. اذا كان خص يقلبوا على وسيله اخرى، هو انه اللي غيدير اللقاح غيموت من دابا 6 شهور. ملي داروا الناس اللقاحات ودازت 6 شهور ولا كيقولوا غادي يموتوا من دابا عامين. والنساء ما غيبقاوش يولدوا، واللي ما ماتش من عامين غادي يموت على عامين وثلاث شهور، وملي غدوز عامين غادي يقولوا اللي دار اللقاح غادي يموت على عامين وسبع شهور. فاذا هذه طبعا واش احنا غادي نخليو المصادر العلميه وغادي نتبعوا حد مثلا اللي كيجي عنده وحده كاميرا وكيسجل ولا كيكتب في الواتساب ولا كيكتب في اي وسيله اخرى بانه اللقاح راه كيدير راه كيدير راه كيدير بدون اي معرفه علميه ولا سند علمي. دونك خصنا نعرفوا على انه كاين ناس اللي عندهم تخوف، هادو ما كنتكلموش عليهم، كاين ناس اللي متخوفين عندهم تخوفات من اللقاح، خايف منه، باقي ما مقتنعش 100%. هذه مسائل مشروعه انسانيه، حيت الانسان هذا الجسم ديالو الصحه ديالو ما حناش مصوبين بنفس الطريقه. كاين ناس اللي مامنه بالعلم وكتنتظر اللقاحات، وكانت هي كتسول على اللقاحات قبل ما توجد، وهذو هما الاغلبيه المطلقه ديال الناس في العالم كله. في المغرب راه اكثر من حنا وصلنا 25 26 مليون مغربي اللي تلقحوا واللي خداو الجرعه الاولى وخداو الجرعه الثانيه. فاذا حنا كنتكلموا على واحد الفئه قليله، ولكن هذه الفئه قليله راه من حقهم يكونوا عندهم تخوفات، من حقهم. هادو شيء، كاين ناس اخرين واحد العدد، واحد العدد بالالاف اللي هما لسبب ايديولوجي او سبب سياسي او سبب نفساني او سبب الله اعلم، اللي هما ضد اللقاح تماما، وضد اللقاح ماشي علميا، ضد اللقاح علميا على الراس والعين، ولكن ضد اللقاح لانه عنده اسباب خلفيات اخرى وكيقلب على، والاخطر منهم انه هذو الناس كيستعملوا معلومات خاطئه وكيديروا اخبار خاطئه وكاذبه باش كياثروا على من؟ كياثروا على ديك الخمسه المليون ولا اربعه المليون ونص المغاربه اللي باقي ما تلقحوش اللي عندهم تخوفات، وكياثروا عليهم وكيخليهم عندهم رهائن. المغاربه ماشي كلهم اللي ما تلقحوش، ماشي كلهم ضد اللقاح، ماشي كلهم عندهم شي خطه في الراس ديالهم ضد اللقاح ابدا، عندهم اسئله وكيخصنا هذه الاسئله ديالهم نجاوبوا عليها، وكيخص التخوفات ديالهم نطمئنوهم، وكيخصنا بواحد الطريقه بيداغوجيه تربويه هاد المغاربه يقتنعوا بالاهميه اللقاح بان راه في صالحهم. هادوك الاخرين اللي كيديروا اخبار زائفه كيعرفوا راسهم اش كيديروا، ما عمرنا غادي نقدروا نقنعوهم للاسف، وما عمرنا غادي نقدروا نغيروا لهم الراي ديالهم. وماشي مهم تغير لهم الراي ديالهم، اللي مهم هما المواطنين اللي هما عن حسن نيه عندهم تخوفات، خصنا نقنعوهم بالاهميه ديال اللقاحات ويقتنعوا بها بطريقه يعني فرديه عاديه بدون ضغط، بدون ضغط لا في التلقيح ولا ضغط بالتخوف من التلقيح بالاخبار الكاذبه والاخبار الزائفه. ونقول لك شوف، طبعا اي حاجه اللي هي كتضر بالصحه العامه راه القانون كاين قوانين اللي كتزجرها، ولكن خلينا نقول على انه شكون اللي مخلي بعدا كنتكلم على بلادنا على المغرب، شكون اللي مخلي الحمله الوطنيه للتلقيح؟ اولا احنا ما عندناش هذا الشيء ديال التردد في التلقيح، وهذا ما عندناش مشكل كبير. احنا عندنا الاغلبيه المطلقه المغاربه مشاو خداو الجرعه الاولى ديالهم وخداو الجرعه الثانيه ديالهم، والتلاميذ اللي هما في 12 17 سنه، النساء الحوامل اللي كيمشيو ياخذوا الجرعات ديالهم، الناس مشاو خداو الجرعه ديالهم الثالثه، فتنا مليون ونص في ظرف اسابيع قليله، يعني قليل ما كملش الشهر دوزنا مليون ونص ديال الجرعه الثالثه، ماشي غير الاولى والثانيه. اذا احنا ما عندناش شي مشكل كبير اللي غادي نكونوا يعني
خاص استعمال اليات كبيره. حنا في المغرب المغاربه قبلوا على التلقيح، اولا حنا شعب باش نذكروا بها، حنا شعب مغاربه كيامنوا باللقاح، وهذا اللي مخلينا بالنسبه للقاح الاطفال لوليداتنا حنا من الدول الاولى في العالم. حنا راه كنفوتوا المغرب كيلقح تقريبا 96% من الاطفال ديالو ضد الامراض لي مالادي سيبل، وهذا المعدل 96% اللي كنوصلوا ليها ما كتوصل ليهاش حتى الدول المتقدمه، كثير من الدول المتقدمه ما كتوصلش هذا العدد. علاش؟ لان المغاربه اصلا كيامنوا باللقاحات، والمغاربه كيلقحوا وليداتهم في السبيطار مجانا وكيمشيو يقلبوا في القطاع الخاص على اللقاحات اللي كتشرى بالفلوس باش يلقحوا وليداتهم. اذا وهذوك الناس اللي كيديو وليداتهم يتلقحوا هما هاد الناس الشباب واللي عندهم 30 عام 40 عام عندهم وليداتهم وكيلقحوهم، هما نفسهم اللي مشاو يتلقحوا. اللقاح في المغرب الحمله ناجحه حيت الناس عندها ثقه في اللقاح، وكانت كذلك في الاول اللقاح هو الاول، زاد طمأن المغاربه. اذا الثقه ديالنا حنا هي اللي كنبنيو. بالنسبه لبعض القانون كاين ديال طبعا اللي الناس اللي كيعرضوا الحياه الاخرين للخطر بالاخبار الزائفه، راه القانون كاين، ولكن كنظن باللي حنا غير بالمقاربه التربويه، بالمقاربه البيداغوجيه، بالثقه اللي عندنا كلنا مع بعضياتنا، بالمقاربه التضامنيه اللي عندنا بيناتنا كمغاربه، كنظن باللي هذا يغنينا عن اي شيء اخر باش نوصلوا للاهداف ديالنا في التلقيح، وباش المغاربه يحميوا راسهم ويحميوا الاسره ديالهم ويحميوا البلاد ديالهم. الجرعه الاولى انا يمكن نختلف معك، دابا ملي حنا بدينا الجرعه الثالثه في 4 اكتوبر، فوقاش تعلنات عليها في 2 اكتوبر في 1 اكتوبر، وبدات في 4 اكتوبر، وحنا دابا في الاول ديال نوفمبر، ومليون ونص ديال المغاربه اللي خداو الجرعه الثالثه. هذا رقم مهم جدا، ما نساوش بان الدول الاخرى راه اعلنوا على الجرعه الثالثه وبقاو شهر وشهرين وفيها المناقشات، عاد بداوا اعطاء الجرعه الثالثه. حنا راه كان الاعلان ويومين او ثلاث ايام بعد بدات الجرعه الثالثه، طبعا بدات بواحد الشكل بطيء، ولكن وصلنا في ظرف هذه الاسابيع القليله المليون ونص مغربي اللي خداو الجرعه الثالثه ديالهم، وهذا رقم مهم بزاف، مؤكد على انه باقي حنا خصنا ما نساوش بان الجرعه الثالثه عندنا الناس اللي عندهم بعد اساسا، الناس اللي عندهم السن كبير، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، اللي دازت 6 شهور على التلقيح ديالهم، هادو راه خصهم ياخذوا الجرعه الثالثه ديالهم، مهمه بزاف جدا جدا جدا، لان الدراسات بينت انهم بعد 6 شهور مع الاسف خصوصا عند هذه الفئه كتنقص الفعال، كتنقص لي زونتيكور في الجسم ديالهم. ويمكن نعطيو رقم نذكروا به دائما، 100 ناس دابا في الدراسه كانت في الولايات المتحده الامريكيه، كانت في بريطانيا، كانت في فرنسا اللي كيعطيو الارقام، يعني من نهار اللي بدا التلقيح في وسط 100 ناس اللي كيموتوا 99.5% غير ملقاحين، 0.5% هما اللي ملقاحين، إذا 99.5% غير ملقاحين، و 0.5% اللي ملقاحين. حنا كنمشيو نشوفوا هذيك 0.5% واخا هو قليل، وهذا كيبين الأهمية ديال التلقيح، ولكن ديك 0.5% اللي ملقحين الأولى والثانية علاش كيموتوا؟ ملي كيقلبوا في الدول كلها كنلقاو باللي الناس اللي عندهم السن أو أمراض مزمنة ودازت 6 شهور على التلقيح ديالهم الجرعة الثانية، ولهذا تعطات الجرعة الثالثة. فإذا حنا بغينا ديك 0.5% ديال الوفيات ديال الكوفيد اللي هما ناس غير ملقاحين، بغينا يتزاد لهم واحد الجرعه الثالثه باش ما يبقاش عندنا ديك 0.5%، ما كرهناش يكون 0%، الناس اللي تلقحوا يكون عندنا الوفيات 0%، ما غنوصلوش ل 0%، لان دائما عندنا الناس اللي ما عندهمش المناعه قويه بزاف واللقاحات ما كتجدش فيهم، ولكن بغينا في وسط واحد الملايين ديال المغاربه اللي لقحناهم، الا كانت شي وفيات غادي تكون وفيات في وسط الناس ملقاحين اللي ما عندهمش المناعه كبيره بزاف، بغيناها تكون قليله جدا. واي مواطن اللي بغى يحمي راسو كياخذ الجرعه الاولى ديالو والثانيه وينقتضى الحاله الثالثه يكون محمي، وما يلقاش راسو في الانعاش، وما يلقاش راسو في الوفيات، ما تلقاش العائله ديالو في الوفيات. يعني الرساله احنا بالنسبه لنا في المغرب، الحاجه الاولى هو انه درنا حمله وطنيه تلقيح، بلادنا جابت بفضل تدخل جلاله الملك جابت اللقاح في الوقت مبكر، جبنا اللقاحات كبلد كدوله بكميات كبيرة ومهمة، والحمد لله ستوك كافي لتلقيح جميع المغاربة الآن. درنا تضحيات في درنا الحجر الصحي لمدة طويلة، درنا في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، يعني إجراءات وتمنعوا الحفلات والأعراس والمآتم وغيرها، هادشي كله درناه باش تكون عندنا الحالة الوبائية في بلادنا مزيانة، ما تكونش عندنا الوفيات، وباش بلادنا تبقى محمية. دابا حنا درنا هادشي الأشياء بجوج، اللقاح موجود، واش غادي نبقاو نسينو الى حتى تسالي الجائحه عاد نفتحوا البلاد ديالنا؟ ابدا، حنا بغينا نفتحوا البلاد ديالنا قبل ما تسالي الجائحه، المدرسه تكون حضوريه كلها الحمد لله هي كاينه، يتفتحوا المقاهي المطاعم مفتوحين واخا النسب ديالهم، الاسفار تكون الجامع مفتوحه،
التجمعات تكون مفتوحه، نبقاو محترمين الكمامه والتباعد، ولكن بغينا اشياء اخرى كلها تكون مفتوحه باش يمكن لنا نديروها. غادي نديروها اذا كان عندنا اكثر من 80% المغاربه ديال ساكنه المغرب ديال المواطنين المغاربه ملقحين. اذا ملي كنمشيو نتلقحوا اش كنديروا؟ كنحميو راسنا. الناس اللي ملقحين 11 مره عندهم الخطر اقل من الوفيات من غير ملقحين، كذلك الحالات الخطيره ما كتكونش. اذا كنحميو راسنا، كنحميو الاسره ديالنا، كنحميو البلاد ديالنا. المدرسه ديالنا غتبقى مفتوحه، المقاهي، المطاعم، المعامل، الاداره تبقى مفتوح، السياحه تبقى مفتوحه، السفر يبقى مفتوح. غادي نبقاو غادي نفتحوا نرجعوا للحياه الطبيعيه او الشبه الطبيعيه، كنقول دائما الشبه الطبيعيه، نبقاو دايرين الكمامه والتباعد، ولكن الحياه ديالنا غتكون عاديه في انتظار انها نرجعوا نقضيو على الجائحه بصفه نهائيه. فاذا الرساله عندنا الاجراءات الاحترازيه نحتفظوا عليها، عندنا التلقيح نمشيو ليه، عندنا الناس اللي خصهم ياخذوا الجرعه الثالثه يمشيو ياخذوا الجرعه الثالثه ديالهم. ملي كيبقى عندك في المجتمع بعض الناس فئات قليله جدا اللي ما ملقحاش، راه ما كتشكلش خطر على البلاد، كتولي كتشكل خطر غير على راسها. انا ذاك ما عندنا حتى شي خوف، لانه حنا بالنسبه لنا اقسام الانعاش غتكون خاويه. اللي ما ملقحش وعرض راسه للخطر غادي يمكن جزء منهم غيكون في اقسام الانعاش، ولكن اقسام الانعاش راه تكون خاويه يمكن لا تستقبلهم. ولكن باقي المواطنين الملقحين بغيناهم يكونوا محميين، ما يمشيو لا الانعاش لا المستشفى ولا تكون عندهم حتى شي خطوره. وحنا ما بغينا حتى شي مواطن يمشي للانعاش، ما بغينا حتى شي مواطن يتوفى بسبب واحد المرض اللي حنا عندنا اللقاح ديالو. غادي يكون من العار علينا تكون عندنا وفيات في وسط مواطنين اللي ما قدرناش نقنعوهم بالاهميه اللقاح. هذا الدور ديالنا كلنا، لا الناس اللي ملقحين ولا المهنيين الصحيين ولا الاعلاميين، هذوك المغاربه اللي مخيفين ومترددين وباقي ما لقحش، وحنا كنشوفوهم كيعرضوا نفسهم للخطر، كيعرضوا البلاد ديالهم للخطر، كيعرضوا الاسره ديالهم للخطر، حنا عار علينا نخليوهم. خصنا يد في يد ونتعاونوا ونضامنوا ونقنعوهم بالاهميه اللقاحات، باش كنا باذن الله نكونوا محميين وبلدنا تكون محميه.